قضايا الفكر والسياسة والاقتصاد، تقاطعات السلطة والأرض والمال. متخصصون عاصروا بفخر إنجازات كبيرة، شهادات مهنيين تبوأوا مواقع القيادة، استشاريون يبسطون المشورة ويقبضون على الحسرة، عراقيون أكفاء أعطاهم العراق فأعطوه، منسيون آثر الانزواء بعد عقود من البذل والإخلاص، تساؤلات في زحمة الأحداث والمتغيرات، فسحة هادئة لعرض الآراء والقناعات، حديث المعرفة والخبرة، خلاصة رأي وشهادة في طبعة محدودة مع عامر إبراهيم.